سلام بنات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم. كما كتلاحظوا معايا الفيديو اليوم يكون عباره على هاد الحريشات اللي كيجيو صراحه الله اكثر من رائعين، كيستحقوا التجربه، كيجيو صراحه الله شاشين، ما كيجيو لابسين لا والو. نتمنى تجربوهم، تقدروا تحتفظوا فيهم حتى في المجمد. نتمنى تشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. مهم ما نطولش عليكم، جوزوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي الحليب اللي غادي نعمل منه جوج كيسان، عندي هنايا الزبده نص كاس ديال الزبده، وغادي نكمل نص كاس اخر بالزيت، وعندي هنايا السميده 3 كيسان ديال السميده، عندي الخميره ديال الحلوى، وعندي هنايا مغرفه كبيره ديال السكر، عندي هنايا قريصه ديال الملح والخميره ديال الخبز، عندي هنايا نص كاس ديال الطحين زرع ولا تقدروا تستعملوا الفينو، عندي نص كاس ديال الطحين رطب، وعندي هنايا السميده اللي غادي نفند فيها الحرشه، وعندي هنايا القطع تقدروا نتوما تعملوها كبيره. المهم جوزوا الطريقه التحضير، وهنايا نبداو على بركه الله. غادي نعمل هذيك السميده، ومن بعد غادي نزيد عليها الطحين ديال الزرع، ومن بعد غادي نزيد عليها هذيك الطحين رطب، وغادي نزيد عليهم السكر، غادي نزيد عليهم الخميره ديال الحلوى، وغادي نعمل هذيك الملحه، وغادي نعمل السكر والملحه الخميره ديال الحلوى، غادي نعمل النواشف كاملين. بعد غادي نبسبسوهم بديك نص كاس ديال الزبده، غادي نكمل كاس بالزيت كما كتلاحظوا من معايا انا عملت السكر. وبالنسبه للخميره ديال الخبز حتى غادي نكون غادي نعجنها هذاك، هنا غادي نعمل قريصه ديال الملحه كيف ما كتلاحظوا معايا، والخميره ديال الحلوى طبيعه الحال. انا هنايا عندي هذيك الخميره ديال 15 غرام، غاديش نستعملها كامله، غادي نستعمل غير ثمن مغرفه صغيره هو اللي غادي نستعمل، وغادي نبسبسوهم بديك كاس ديال الزبده مع الزيت حتى غادي ترمل لنا هذاك الخليط مزيان، يعني كيولي كامل ملبس من ديك ملبس بديك الزيت والزبده. ها هو كيف ما كتلاحظوا معايا، ومن بعد غادي نعجنها بالحليب دافي، غنعمل ديك الخميره ديال الخبز وغادي نعجنها بالحليب دافي. المهم الفيديو كيوضح كلشي. كما شفتوا البنات الخليط كان عندي خفيف شويه، هو كيفاش يعني ملي شرب لي هذيك الحليب كيف ما كتلاحظوا معايا يعني ما بقاش خفيف، يعني ما بين ما وجدت بلاصه اللي غادي نطلق فيها حتى كانت شربت السميده. ها هو كما كتلاحظوا معايا
انا هنا غادي نطلقوا بعين جوج ديال الميكات، ما غاديش يغش السميده عفوا باش ما تدقص ليش فاش يبقاو لي ديك الزوائد، ونبغي نعجنهم عاوتاني ونطلقوا ما كتبش معايا الحرشه. يعني كنطلق بعين جوج ديال الميكات، ما كنطلقاش الا غليطه ولا رقيقه. صراحه انا كتعجبني صغيره، تقدروا نتوما تعملوها كبيره، انا كتعجبني هيدا صغيره باش كي حتى ولا بقات لي كنحتفظ بها في المجمد. تيقوني البنات كتبقى هي ملي كتجبدوها من المجمد وكتصفصخ يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه. انا هنايا ما عملت حتى شي حاجه تسخن، ما عملتش المقله تسخن، حيت غادي نطلق كلشي، غادي نرشمو وغادي نعملها في اللاطه، قلت باش غادي نسهل عليا الشغل. يعني غادي نطلق وغادي نعمل في نرشم وغادي نعمل في اللاطه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. هيدا باش ملي نبدا نطيب صافي، يعني نكون غير كنطيب وصافي. كما كتلاحظوا معايا اي وحده كنهزها كنرش عليها هذيك السميده من فوق ومن تحت، باش هيدا ما كنرش عاوتاني مقلب السميده باش ما كيطلقش ديك البلعه ديال الدخان. يعني من الاحسن نعملوها الطريقه هذه. هيا كما كتلاحظوا معايا غادي نعاود نطلق عاود بين جوج ديال الميكات، علاش انا ما بغيت ما كنرشي بالسميده، حيت ولا رشيتو بالسميده ورجعتوها مع العجين غادي تجيكم يابسه، غادي بحال اللي كنقولوا غادي تدقص هذيك العجينه. صافي غادي نبقى نطلق ونرشم تنسي الكميه اللي عندي. تيقوني يا بنات كتجي صراحه الله غزاله. انا صراحه انا اللي كنبغيها كنوض نوجدها، يعني دغيا كتوجد كتديش شي وقت كبير، وحتى في الطياب ما كديش يعني شي وقت طويل. هاهي كما كتلاحظوا معايا، بغيتو تستعملوا رشام كبير على هذا استعملوه، انا قد هيدا كيعجبني. يعني نتوما كتستعملوا حاجه اللي بغيتو نتوما، الذوق ديالكم، يعني كل واحد كيستعمل الحاجه اللي بغى. كيف ما تقدروا بحال اللي قلتكم قبل تعملوها كبيره، يعني في المقله تعملوها كبيره، وبالنسبه للناس اللي كتكون عندهم يعني الدار كبيره يقدروا يعملوها كبيره، يعني مزيانه يلا كتنقص عليك الشغل. انا كيعجبني نعملها هيدا. صافي غادي نسالي هذيك الكميه كامله وغادي نبدا نطيبها. انا ما غاديش نطيبها في المقله، غادي نطيبها في بلانشا. صراحه كتجيني عمليه دغيا، طيبت عملت كميه كامله طيبتها في ضربه واحده وما داتليش شي وقت طويل في الطياب، يعني دغيا ما ساليتها. صافي دابا غادي نبقى نجمع هذيك العجينه ونكمل نفس العمليه من بعد نتلقى معاكم. البنات من بعد ما سخنت هذيك البلانشا كما كتلاحظوا معايا عملت فيها هذيك الحريشات ديالي، دابا غادي نتناهم حتى غادي يتحمروا لي ملقع، بعد غادي نقلبهم. وهي البنات كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي نبدا نقلبهم، يعني تحمروا لي. صافي اللي تحمرت لي غادي نقلبها، ولا غادي نجبرها طبعا باقا ما تحمرتش غادي نرجعها على طهرة باش تحمر. هاهي كما كتلاحظوا معايا انا هذه الكميه كامله، يعني كميه كامله طيبتها في ضربه وحده، كميه كامله اللي عندي. فاش كتحمر صراحه كتحمر كامله في ضربه وحده وكتبقى هانيه. صافي من بعد ما غادي تحمر لي من وجهها غادي نزولها. انا ملي كنزول الحرشه ما كننزلاش نيشان على شي تفصيل، كننزل على ورق الطبخ، كننزلها فوق منه باش هيدا ما كتعرقش وتفزق. وهي بنات داك الحريشات ديالنا من بعد ما ساليتهم ووجدوا كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو مزيونين، كيجيو غزلان، كيجيو شاشين. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم بيشجعوني على الاستمراريه. واللي باقي ما تابونا معايا في القناه كنقولوا تابونا معايا في القناه تبقى يوصلك كل جديد فيديوهاتي، ولا هذيك تابونا معايا في القناه كنقولوا مرحبا والف مرحبا. والناس اللي كتخلي لي كومنتاريوس مزيونين كنشكركم بزاف، حيت هذوك كومنتاريوس كيزيدوا يشجعوني انني نقدم اكثر. وبسلام عليكم.